مساء الخير، بداية النشرة مع العناوين. هرج ومرج وفوضى وجنون، فهل بلغنا نهاية المطاف؟ إشكال نيابي أمني على خلفية قرار عويدات، والعدالة من جديد ضحية. قرارات ميقاتي حول بعض المخلى سبيلهم عامل توتر إضافي. في انتظار الكابيتال كنترول الموعود، اللجان تبحث في تعديل قانون الضمان. هل يقضي إضراب المعلمين على العام الدراسي؟ الثامنة إلى ربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى، ثم تنشر عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب، وعبر حساباتنا على مواقع التواصل تويتر فيسبوك وإنستغرام. هرج ومرج وفوضى وجنون، كما في السياسة كذلك في القضاء وفي مختلف قطاعات الدولة أو ما تبقى من دولة. هذه هي نتيجة 34 عاما من حكم دستور الطائف، أو حكم الانقلاب على دستور الطائف. أما باقي أشكال الوصف والسرد للواقع الراهن وأحداثه فلا تعدو كونها مجرد فروع للأصل المعروف. فها نحن اليوم في أدنى الدرك، الرئاسة شاغرة، والسبب ليس خلافا على برنامج أو على مقاربة حل الأزمة، بل بفعل مواجهة محتدمة بين محاولتي فرض، أولى لرئيس يتحدى مكونات وشرائح، وثانية لرئيس لا يمثل لا مكونات ولا شرائح، وهو مستعد للفوز بالموقع الرئاسي المسيحي الوحيد في الشرق بعدد لا يتجاوز أصابع اليد من النواب المسيحيين. وفي ظل الشغور الرئاسي، الحكومة مشلولة، والسبب هنا أيضا ليس خلافا على توجه ولا افتراقا حول خطة نهوض، بقدر ما هو معركة مستمرة بين ذهنية انقضاض وإلغاء ومنطق دور وشراكة وتوازن. وفي الموازاة، سلطة تشريعية تنجح أحيانا في الشكل لكنها تفشل دائما في المضمون. فمن حيث الشكل تعقد بين الحين والآخر جلسات رئاسية لكن بلا رئيس، وتقر أحيانا أخرى قوانين في اللجان لكن بلا هيئة عامة، أو في الهيئة العامة لكن بلا تطبيق، وهكذا دواليك. أما سلطة القضاء فسلطات يحاول بعضها القضاء على البعض الآخر لتكون النتيجة الوحيدة قضاء على العدالة، كما في ملفات الفساد، كذلك في ملف انفجار المرفأ، على وقع هرج بعض النواب ومرج بعض الأحزاب وفوضى بقايا 17 تشرين الأسود وجنون الجميع إلا القلة القليلة من الأوادم والشرفاء الذي لا تعويل إلا عليهم لخلاص لبنان. البداية إذن من فقرة أسرار هذا اليوم. استوردت أوساط سياسية إصرار البعض على إقحام التيار الوطني الحر بالإشكالية القضائية الراهنة واللي لا دخل له فيها على الإطلاق. لا يزال فريق ميقاتي مصرا على عقد جلسة حكومية ثالثة رغم دعوته مجددا إلى التريث. يسأل كثيرون عن غياب إجراءات مصرف لبنان الجديد الخاصة بصيرفة لضبط سعر الدولار. بين شغب مشبوه واستعراضات النواب الشعبوية، تحقيقات المرفأ راوح مكانك وأهالي الضحايا، الحلقة الأضعف والتفاصيل في تقرير للزميل جورج عبود. بعد نزاع إنوني داخل الجسم القضائي بنتيجة مسار التحقيقات حول انفجار مرفأ بيروت، يوم دراماتيكي يعيشه كل من قصر العدل ووزارة العدل. أما الحلقة الأضعف حتى الساعة فهن أهالي ضحايا الانفجار. مرة جديدة فشل مجلس القضاء الأعلى بالاجتماع من بعد ما ارتقى رئيسه سهيل عبود بأنه الوضع الأمني لا يسمح بذلك. الحقيقة لا تزال ضائعة،
أما الأسباب فحدث ولا حرج. أولاً اشتباك القضاة وشد الحبال بين البطار وعويدات. ثانياً الفوضى أثناء الاعتصامات من قبل وجوه تابعة للأحزاب وبتدعي الثورة. وثالثاً العرضات الشعبوية لنواب التغيير القوات والكتائب. في حين حاول تجمع أهالي ضحايا 4 آب لقاء المعنيين بالملف من وزير العدل إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، الفوضى أطاحت بالمساعي. طلع بهيدا الضابط وبقول له بتسوى سرمية، أخذ على خاطرك وجروني مثل الكلبة. الشغب بدأ مع محاولة اقتحام وزارة العدل، وبعد نجاح المعتصمين بخلع البوابة الحديدية دلعت مواجهات مع عناصر من مكافحة الشغب. بالداخل الوضع ما كان أحسن، وعلى الرغم من قيام وزير العدل أنري خوري باستقبال النواب داخل مكتبه، إلا أنه البعض أصر على الشعبوية المفرطة. فالنائب التغييري وضاح صادق صاحب شعاره ليه يلي سبق وتوجه فيه لعنصر من قوى الأمن الداخلي على باب قصر العدل. أعاد الكرة مجددا موجها كلمات نابية إلى كل من وزير العدل والقاضي إلي حلو، مما استدعى تدخل أمن الوزير ومرافقينه. فتحولت أروقة وزارة العدل إلى مسرح للهرج والمرج، حيث تم توقيف المحامي واصف الحركة مكبلا اليدين لوقت قليل. بوقت نواب التغيير رفعين شعار دولة المؤسسات، المضحك المبكي أنه النائب أديب عبد المسيح وصف العناصر الأمنية بالكلاب أمام عدسات الكاميرا. تم اليوم التعدي علينا من حراس وزير العدل. كيف يعني؟ هيدي مش حراس، هودي كلاب حول وزير العدل عم بيحيطوه، هجموا على النواب، هجموا على وضاح، هجموا علي، أخذوا لي التليفون، شلحونا إياه. نزاع القضاء باقي ويتمدد، ففي حين يشدد البطار على عدم ترك ملف مرفق بيروت معتبرا أن ما قام به مدعي عام التمييز مخالف للقانون، بدوره أحالي عويدات البطار أمام التفتيش القضائي. حذر التيار الوطني الحر من وجود مخطط لإجهاض التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت وبالتالي استفزاز اللبنانيين وتحريك الشارع في مسعى لتعميم الفوضى. وحمل التيار في بيان المسؤولية عن وقف التحقيق لكل من يسهم بشكل أو بآخر في عرقلة الإجراءات القضائية اللازمة لاستكماله، وأكد أن الأساس يكمن في استئناف التحقيق في الجريمة، وهذه مسؤولية يتحملها مجلس القضاء الأعلى. ورأى أنه إذا كان الإفراج عن الموقوفين قد رفع الظلم عنهم، فإن تحقيق العدالة يستوجب كشف المسؤولين عن إدخال مادة النيترات، كما كشف طريقة انفجارها أو تفجيرها، انتهاء بمحاكمة المتورطين وإنزال العقاب بهم ووضع حد لسياسة الإفلات من العدالة. وبعد ساعات على إخلاء سبيلهم، ميقاتي يطلب تنفيذ قرار حكومة دياب ووضع موظفي الفئة الأولى بتصرفه، فيما الموظفون المشمولون يعدون للمواجهة. فلماذا يعد القرار مزورا ومنعدم الوجود؟ نانسي صعب والتفاصيل. بعد إخلاء سبيل المعتقلين في ملف انفجار مرفأ بيروت، نشر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال كتابين وجهتهما الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى كل من وزير المالية ووزير الأشغال، طلبت منهما تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتاريخ 10 آب 2020 لجهة إبلاغ موظفي الفئة الأولى الذين تقرر إخلاء سبيلهم وضع أنفسهم بتصرف رئيس الحكومة اعتبارا من صباح الخميس، وإبلاغ الموظفين من غير الفئة الأولى وضع أنفسهم بتصرف الوزراء المختصين. قرار جاء الرد عليه سريعا من موظفي الفئة الأولى المشمولين بالقرار بتوجه لدى عدد منهم لملاحقة من أصدر هذا القرار بجرائم التزوير واغتصاب السلطة، انطلاقا من اعتبارهم أن قرار وضعهم بتصرف رئيس الحكومة مزور ومنعدم الوجود. لا يبني هؤلاء موقفهم هذا على عدم، بل يتسلحون بالقانون، واستعادة قضية بدر ظاهر قد تختار
تختصر الوقائع. فالجلسة الحكومية التي قيل إنها عقدت في عشر آب 2020 في السراي الكبير بعد نقلها من بعبدة غير ملحوظة على الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة الملزم بنشر محضر كل جلسة وقراراتها بموجب قانون حق الحصول على المعلومات، وهو ما يجعل مسألة انعقادها عرضة للشك، وما يضع قرار الإحالة على المجلس العدلي موضع استفهام. وللتذكير، فإن هذه الجلسة التي سبقت إعلان حسان دياب استقالة حكومته يفترض أنها أحالت انفجار مرفأ بيروت على المجلس العدلي قبل الاطلاع على أي تحقيق في الانفجار. والأهم أن هذه الجلسة تلت استقالات عدد من الوزراء، من بينهم وزيرة العدل التي لاحظ مرسوم الإحالة على العدلي أنه جاء باقتراح منها، وهي كانت سلمت رئيس الحكومة كتاب استقالتها صباح 10 آب قبل الجلسة المزعومة بعدما كانت أعلنتها في 9 آب. في جلسة عشر آب اتخذ أيضا قرار بوضع جميع موظفي الفئة الأولى الذين تقرر أو سيتقرر توقيفهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء بعد إعفائهم من مهامهم، وهو ما يعتبره القانونيون مخالفا للقانون، إذ أن القانون لم ينص على إعفاء أي موظف من مهامه أو وضعه بالتصرف في حالة توقيفه، خصوصا أن إعفاء ظاهر من مهامه تم بمرسوم جوال بناء على قرار توقيفه غير القانوني في 17 آب 2020. هذا المرسوم أعد ووقعه دياب وزير المال يومها غازي وزني بعد استقالة الحكومة، ما يعني حكما أن المرسوم باطل في أساسه ومخالف للدستور، وتحديدا للمادة 65 الفقرة 3، حيث أن موظفي الفئة الأولى يعينون بثلثي أعضاء مجلس الوزراء، وبالتالي فإن إعفاء الموظفين من مهامهم يتم بأصوات ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، أي أن إعفاء موظف فئة أولى من مهامه ليس قرارا عاديا يقع من ضمن صلاحية حكومة تصريف الأعمال، وبالتالي كان لابد من عرضه على مجلس الوزراء ليتخذ قرارا بشأنه. هذا بالإضافة إلى أن هذا القرار هو قرار إداري لا يمكن اتخاذه بمفعول رجعي بما يخالف المادة 49 من قانون الموظفين الذي يحدد شروط إعفاء الموظفين من مهامهم وأوضاعهم النظامية. والأخطر أن وزير المال وقع مرسوما بإعفاء موظف لم يعطي هو نفسه الإذن بملاحقته، وهذه حقيقة تجعل كل مسار ملاحقة بدر ظاهر والادعاء عليه وتوقيفه مخالفا للقانون، وهو ما يعني أيضا أن مرسوم إعفاء بدر ظاهر صدر من دون توفر أي سبب قانوني أو مادي ومن دون تبليغه لإعطائه حق الدفاع عن النفس، خلافا لقرار مجلس شورى الدولة الرقم 762 والصادر في 13 تموز 2004. أشار رئيس تيار المرده سليمان فرنجي بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي في بكركي إلى أننا أساسيون بمشروع الطائف، وأوضح فرنجي أنه يسعى أن يكون مرشحا توافقيا، مؤكدا أنه إذا وصل النائب ميشيل معوض ليكون رئيسا للجمهورية فسنتعاون معه، لكن هذا لا يعني أننا سننتخبه، لافتا إلى أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لديه أسبابه ليرفضني، فالأمور أكبر من قدرته الاستيعابية على حد قوله، وأنا لست ضد قائد الجيش جوزيف عون، ولكن ما هو مشروعه السياسي؟ أنا أصلا ما ترشحت أسحب ترشيح، يعني اليوم في البعض يقول لك سيترشح غدا أو أنا أصلا ما ترشحت، أنا لحد هلا لا أعلنت ترشيحي، ولا أنا من أول يوم أنا دائما كنت أتعمد وفي كتار منكم ومن الشعب انه اعتبروها انه نوع من استهزاء، لا انا كنت اقول انا مطروح ماني مرشح، انا وقت اللي بحس انه عندي كبيت الاصوات اللي بتخولني كون مرشح جدي انا حترشح ماني مستحيل، هلا هذا حق الدستوري، حق الدستوري انه اترشح ولا ما اترشح، النصاب في الجلسه هو الذي يؤمن مصداقيه الجلسه، لانه هو 86 يا راح ينتخبوا يا راح يوافقوا على النتيجة، وقت اللي بيكونوا موجودين عم ينتخبوا أو عم بيوافقوا ما بقى في حدا يحكي بمصداقية الجلسة. إذا المطلوب أنه هول الأحزاب المسيحية هن بس يكونوا هن مرشحين، خلينا نعمل مجلس ملي، نلغي مجلس النواب ونعملوا مجلس ملي، صار كل طائفة بتنقي مين يا عيسى. بس سؤال، هل تقبل تجي ب 65 صوت وتاليا هل يكفيك حضور التيار الوطني الحر فقط في جلسة الانتخابات؟ أنا برجع بقول أنا مع الدستور وكل رئيس، وهذا الشيء اللي مطروح علي مش مطروح على غيري، يعني اليوم مثلا لما بقى رئيس تحدي، طب الاستاذ ميشيل معوض وعم بقول لك نحن ما عندنا مشكله بس هو رئيس توافقي، يعني ما الدكتور جعجع قال لن نقبل الا برئيس تحدي، ما اليوم الامور انا بقول لك
لا أريد أن أكون رئيس لحد. هلا أنا على بكرة إذا رحنا على جلسة وحضر 86، لأنه كمان في طريق تاني، أنا هذيك المرة أنا كان معي 80 صوت وإجوا عطلوا النصاب وقبلنا. وكان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل التقى مساء أمس البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي، حيث تناول البحث الملف الرئاسي. بس كان مثمر وجيد مثل العادة. وتاني شيء رح نحكي نهار الأحد بموقف شامل، هيك بتسمعونا الأحد الظهر. بس أكيد هون من الصرح بدنا نقول إنه ما في حل إلا بانتخاب رئيس، وكل يوم بلا انتخاب رئيس المشكلة عم تتعمق. واثنين، ما في حل إلا بالحوار، وما في إمكانية للانتخاب إلا بالتوافق. مشان هيك بندعي مجددا نحن للحوار والتلاقي مع الكل، ونحن حاضرين لهيدا الشيء وعم نقوم فيه بالسر وبالعلن. وبكركي هي منطلق ومكان الأصلح والأنسب لهيك حوار. بالنهاية موقع رئاسة الجمهورية هو موقع لكل اللبنانيين، بس ما في حدا يتخطى فيه المكون المسيحي. وهيدي المحاولات اللي عم نشوفها ما رح نسمح انها تمر. مشان هيك بنطلع بكتير من السلبية لأي كلام بيحكي عن تخطي المكون المسيحي بهالاستحقاق، ونطلع بكتير بالإيجابية للكلام يلي عم بيطلع ويلي طلع الليلة على عدم ورود أو قبول تخطي هيدا الموضوع. بس بالنهاية المسيحيين مثل غيرهم من اللبنانيين معنيين أنه يكون عندهم كلمتهم، وأنه يسعوا تيكون عندهم كلمتهم الأساسية بهيدا الاستحقاق. وهيدي المبادرة بالنهاية بتبقى بإيد سيدنا، ونحن نبقى متجاوبين وملبين لأي مبادرة من هالنوع. إلى ذلك، وفي المواقف تطرق عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل عبر حوار اليوم من الأو تي في إلى موقف حزب الله من الانتخابات الرئاسية وحراك النائب جبران باسيل. قرار إخلاء سبيل الموقوفين ظلما هو قرار تأخر كثير، يعني صار لهم أكثر من سنة محرومين من حقهم بوجود قاضي ببت بقضيتهم، وهيدا أمر نحن صرنا فترة عم نطالب فيه. إنما هيدي الخطوة مثل ما قلنا بنرجع بنكرر منا كافية. اليوم هيدا لا يعفي القضاء من متابعة التحقيقات لمعرفة حقيقة ما حصل بمرفق بيروت. ماذا لو رحنا على سيناريو ذهب الثنائي بخيار سليمان فرنجية وتم يمكن ما بعرف تأمين 65، هون شو بيكون موقفكم؟ بتصور حزب الله بيتمتعوا بالحكمة والوعي والحنكة السياسية أكثر من أنه هيك فرضية نطرحها عنه. واحد امبارح سمعنا كلام مطمئن مثلا لبعض الأطراف اللبنانيين أنه لا يمكن السير برئيس جمهورية ضد إرادة المسيحيين. عم تقصد نائب وائل أبو فاعور؟ بالتالي كلام الاشتراكي عامة. بالتالي إذا عند الاشتراكي هيك، كيف حزب الله بتصور ما بيكون بهيدا الصدى؟ إنما بالآخر فرضيا هيدا الموقف اكيد بيكون عم بيعمق الخلاف وعم بيوسع عم بيوسع الهولو اللي حاصله بهذا الموضوع. لا اعتقد حزب الله بهيدا الصدد، ولا اعتقد يعني هلا الوزير علي حسن خليل قطع شيء هيك يعني. علي حسن خليل ما بدي علي حسن خليل. أعلن حاكم مصرف لبنان ورئيس هيئة التحقيق الخاصة رياض سلامي أن هيئة التحقيق الخاصة المنعقدة بتاريخ اليوم بحضور جميع أعضائها اتخذت قرارا بتجميد حسابات حسن أحمد مقلد، راني حسن مقلد، وريان حسن مقلد، بالإضافة إلى شركة سيتكس للصيرفة والشركة اللبنانية للإعلام والدراسات التي أدرجت على قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أوفاك بتاريخ 24/1/2023، وذلك لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان.
من جهته أكد حسن مقلد أن أي كلام عن أن شركة سيتاكس هي واجهة مالية لأي جهة سياسية أو لأشخاص حزبيين ليس سوى إلا كلام من نسج الخيال، وكان أجدى بوزارة الخزانة الأمريكية أن تستقي المعلومة من مصدرها الرسمي بدلا من تبني واقتباس الشائعات والأخبار المغلوطة والكاذبة المنشورة في بعض المواقع الإلكترونية المشبوهة من الأقلام المأجورة في سياق حملة مبرمجة تزامنت مع تهديدات أمنية علنية وتشهير بسمعة حسن مقلد والشركة، وذلك منذ اليوم الأول للعمل. وشدد على أن كل ما ورد في إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن ملكية شركة سيتاكس وعن دور استشاري وتنفيذ صفقات تجارية نيابة عن جهة سياسية محددة وتنسيق مزعوم مع شخصيات حزبية منسوب إلى حسن مقلد أو ابنه ريان ليس سوى روايات من نسج الخيال تفتقر إلى الجدية والدقة. كما لفت إلى أن آلية العمل في الشركة المذكورة مع مصرف لبنان تخضع لشروط وأجراءات المصرف المذكور، وكشف أن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذي طالهم قرار وزارة الخزانة الأمريكية المجحف سوف يتخذون الإجراءات القانونية اللازمة محليا وفي الولايات المتحدة التي من شأنها دحض هذه الافتراءات توصلا إلى رفع المظلومية وإحقاق الحق وملاحقة كل من ساق هذه الافتراءات. جلسة للجان النيابية المشتركة تناقش تعديل قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. تقرير سنتيا يمين. بعد سلسلة جلسات تم فيها درس مشروع الكابيتال كنترول الذي لا يزال ينتظر الإقرار في الهيئة العامة، وفيما لم يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة رئاسية اليوم الخميس على جري العادة، شكل مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية محور النقاش في جلسة اللجان برئاسة نائب رئيس مجلس النواب لياس بوصعب. وفي سياق النقاش أشار مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي إلى أن أهمية هذا القانون تكمن في الانتقال من نظام تعويضات نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد، خاصة في ظل تراجع قيمة التعويضات بسبب الأزمة المالية الراهنة. وهذا ما أثنى عليه وزير العمل مصطفى بيرم معتبرا أن هذا القانون يعزز الاستقرار الاجتماعي. وفي الموازاة أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله عن لقاء جمعه برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحضور وزيري الصحة والمال، حيث تم الاتفاق على بعض النقاط المتعلقة بأزمة الأدوية وسيولة المستشفيات ومساعدة موظفي المستشفيات الحكومية. باسم لجنة الصحة النيابية اللي كانت اليوم بكامل أعضاء تقريبا عند دولة الرئيس نجيب ميقاتي بموعد طارئ بحضور معالي وزير الصحة، بحضور معالي وزير المالية مدير عام المالية، بناء للغط اللي حصل من عدة أيام حول موضوع الاستشفاء وإلزام المريض بشراء دوائه، النقطة الأولى الأساسية هي تثبيت المبلغ المرصود من مصرف لبنان لتغطية أدوية السرطان وأدوية الأمراض المستعصية، لأنه يتلكأ مصرف لبنان منذ عدة أشهر بدفع $5 مليون اللي أقرناها مع دولة الرئيس ميقاتي مع وزير الصحة ومع لجنة الصحة النيابية. النقطة الثانية وكانت كمان أساسية، كنا من يومين رفعنا حجم السيولة اللي هي مستحقة، عم نحكي مستحقات المستشفيات، ولكن حتى المستحقات كان يأنن مصرف لبنان السيولة للمستشفيات، عم نحكي كل مستشفيات لبنان، من رفعها من 60 مليار ل 130 مليار. اليوم وعدنا دولة الرئيس، مش وعدنا، أخذ قرار، اللي فهمته خينا فادي بيصلح لي، أخذ قرار بتثبيتها على 200 مليار. مشكور دولة الرئيس، وأنا بهمني يعني أعلن هذا الخبر. أقر طلب من وزير المالية ومدير عام المالية تجهيز مشروع سلفة خاصة لموظفي المستشفيات الحكومية للخمسة آلاف موظف المنتشرين بكل لبنان بثلاثة وثلاثين أربعة وثلاثين مستشفى لحتى يكون لهم حق طبيعي وقانوني بالمساعدة الاجتماعية اللي هي راتبين اللي عم ياخذها القطاع العام، ياخذوها القوى الامنيه، عم ياخذوها كل القطاع العام والملاك العام الاخر. بموضوع المصارف والتعاطي مع المؤسسات حتى المواطن كمان يكون عنده علم تمام،
انه سبب من معاناته هي العلاقة بتصرف المصارف مع القطاع الاستشفائي والصحي بلبنان، يعني هالعمليات اللي بعتبرها انا ابتزاز وحجز مبالغ لهالمستحقات لهالمؤسسات هاي وتشاطر هالمؤسسات والتعاطي معه بهالاطار هيدا عم بيسبب انه يتحملوا مبالغ هائله اليوم ليقدروا يدخلوا على المستشفيات مرة تصرف المصارف. القانون المعروض حاليا امام مجلسنا وبالرغم من الثغرات الوارده فيه الا انه يشكل نقله نوعيه اساسيه لتطوير وتقديم وتقدم النظام التقاعدي الذي نطمح اليه. اما وبالعوده الى مواد القانون فاننا نجد ان يكون القانون شاملا لا ان يقتصر على فئات ثلاث فقط، لان توسيع نطاق المستفيدين من النظام من شانه أن يؤدي إلى استقرار في المجتمع. وطالب النواب بتقديم دراسة خلال مهلة 15 يوما تتناول الموضوع التقني والمالي وانعكاساته على الأوضاع المالية والاقتصادية، وذلك بهدف إنجاز قانون عصري وحديث. فاصل إعلاني قصير ونتابع بعده النشرة. أهلا بكم من جديد. الأمين العام للمدارس الكاثوليكية يوجه رسالة إلى المدارس تداركا للتصعيد، فماذا يقول الأب يوسف نصر وما هو رأي نقابة المعلمين؟ تقرير للزميلة أدمى فرح. القطاع التربوي أحد المداميك الأساسية في لبنان، يعاني كما سواه من القطاعات، والآن أطلق أساتذة التعليم الخاص صرخة، ومن المتوقع أن يكون هناك خطوات تصعيدية. ولتنفيس الاحتقان، رسالة من الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر إلى المدارس الكاثوليكية يطلب فيها عطلة ممتدة من عيد مرمرون في 9 شباط وصولا إلى ذكرى 14 شباط مع العودة إلى التعليم أربعة أيام. إنقاذا للوضع العام قمنا بمجموعة من المبادرات التي ممكن أن تخفف عن كاهل المعلمين وأيضا تحترم إمكانيات الأهل، لأنه الأهل عندهم إمكانيات محدودة. هذا التعميم هو موجه لكل المؤسسات التربوية الكاثوليكية. كل مؤسسة على ضوء هذا التعميم بتدرس ظروفها وإمكانياتها، وين الأمور ماشي بشكل جيد والأهل راضين والمعلمين راضين نحن نبارك وندعم، ولكن وين هناك مشاكل وعدم قدرة للمعلمين على الاستمرارية وعدم قدرة للأهل على مزيد من الدفع، هذا التعميم هو بخدمتهم حتى نقدر نلاقي الحلول الوسطى لإنقاذ العام الدراسي. وأنا بدي أقول بالنهاية هذه الرسالة موجهة إلى المسؤولين في هذا البلد، نحن لحالنا عملنا كل شيء بوسعنا حتى نقدر نستمر، ولكن على ما يبدو بهالظروف القاهرة مع الارتفاع المتسارع لسعر صرف الدولار مع الارتفاع المهول لسعر صفيحة البنزين والمازوت يبدو أنه نحن لحالنا مش قادرين نكفي. الرسالة لكم يا مسؤولين، ما بتقدروا تشوفوا القطاع التربوي عم ينهار تدريجيا وتبقوا مكتوفي الأيدي. المؤسسة بحسب ظروفها هي بتشوف شو ممكن التعميم يساعدها حتى تقدر تستمر بالعام الدراسي. وين العقد الاجتماعي واضح وهناك رضا متبادل ما بين الأهل والأساتذة وأيضا الإدارة المدرسة فلتستمر الأمور كما هي عليه، ولكن وين هناك معاناة، وين هناك عدم قدرة من الأهل على الاستمرارية وعدم قدرة من الأساتذة على الاستمرارية وأيضا عدم قدرة من المؤسسات التربوية، هل رسالة هي تنقدر نلاقي حلول وسطى تقدر تجمع كل الأطراف حتى نقدر ننفذ عمليتنا التربوية ونستمر بعامنا الدراسي. نائب المعلمين في المدارس الخاصة نعم محفوظ أكد أنه المطلوب إنصاف الأساتذة بالحد الأدنى. هلا أنا برأيي يعني الأمين العام أو أصحاب المدارس شعروا أنه في نقمة بأوساط المعلمين لا توصف، يعني في شو بدي أقول لك، مش تمرد، في حقن، في 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 شبه انفجار بصفوف الهيئة التعليمية لأكثر من سبب. أول سبب التدهور الحاصل بقيمة الراتب،
الدولار صار 60,000، نعم، تانكة البنزين مليون و100,000. واساسا قبل ما يوصل لهون، يعني نحن كنهاب عملنا اجتماع مع الاتحاد المؤسسات الخاصه، وكان الاب يوسف نصر موجود، وتوصلنا لاتفاق من ثلاث نقاط، انه يضربوا الرواتب بثلاثه ويعطوا منحه بالدولار ويساعدونا بصندوق التقاعد. نعم. الدولار ب 40,000، يعني هلا صار الدولار 60. اولا هذا الاتفاق ما تنفذ، اثنين تصعد الدولار وطلع البنزين، فالمعلمين صاروا عم يشعروا ما بقى فين يوصلوا على المدرسه، مش انه بدهم يضربوا. انا امبارح تواصلت معه قلت له ما بقى فيني، عم بتلقى تليفونات من كل معلمي لبنان ما بقى فيني روحوا على المدارس، ما فينا. فهو عمل هذا التعميم بعتقد ليساعد بتخفيف الاحتقان، انه يا عمي عم بيقول للمدراء المدارس اعطوهم بدل نقل زياده. نعم. قال له شو 95,000 يعني؟ تانكة البنزين مليون مية، يعني على الأقل على الأقل لازم يكون بدل النقل هلأ 250,000 300,000. رجع قال لي نخففوا أيام العمل، رجع قال لي نوافق فين تساعدوا ساعدوا. هلأ هذا حكي بالتمني، ما بعرف مين يعني بينفذ مين ما بينفذ. نحن بناء عليه عملنا اجتماع استثنائي امبارحة، وداعيين الجمعيات العمومية للإنعقاد يوم الاثنين للتصويت على الإضراب، وهي خطوة تحذيرية. وانا برجع هلا عبر يعني وسيلتك الاعلاميه الكريمه بحذر انه اذا ما صار في تدارك للامور، نحن قلنا 4 شهور حريصين على العام الدراسي ما اضربنا ولا يوم، اخر شيء بتفلت الامور من ايدي واللي بصير العام الدراسي بخطر. ساعات النقيب في مدارس يعني عم تتقاضى ب 800 و900 دولار فريش من الاهل، وعم يمكن عم تكافئ معلمينا بهيدا القدر، فهيدا التفاوت بالتعليم بين مدرسة ومدرسة قديش رح يأثر على تلاميذ كمان تقعد بالبيت وتلاميذ تكفي عام الدراسة؟ لكن أول شيء أنا عم خاطب كل معلمي لبنان، لأنه أنا تلقى التليفونات إنه في مدارس عم يقبضوا 300 دولار و400 دولار و500 دولار الأساسي. أول شيء عم قلن هيدي مساعدة مؤقتة توقف بأي لحظة. اثنين، إذا واحد من هالأساسي قرر بحسيران يترك بده ياخذ تعويضه، حياخد تعويضه على اللبناني دولار 1500، لأنه هيدي ما بتدخل بسلب الراتب، هيدي منها قانونية. نعم. دولار منها مساعدة. فهدال الأساسي اللي بهاللحظات عم ياخدوا بعض المساعدات، ومشكورة إدارات على ذلك، مشكورة، لازم يشعروا أنه هيدي مؤقتة وما بتدخل بسلب الراتب، وبالتالي وقت النقابة بتدعي لتحرك يوم الأربعاء لجمعيات عمومية يوم الثاني، لازم يشاركوا، لأنه الهم هم وطني، الهم هم لبناني. إذا التضحيات والتنازلات مطلوبة من الجميع لمصلحة الطلاب يلي هي الأهم. والختام كالعادة مع حال الطقس. بوب فاينانس، تحويل شغلتنا. مساء الخير. منطقة من الضغط الجوي المرتفع عم بتسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، بتأدي إلى طقس مستقر بيستمر للسبت. إذا جونا لبكرة قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، أما درجات الحرارة فرح تتسجل على الشكل التالي. نبدأ من شمال وعكارة عم تسجل 20 درجة، طرابلس 22، العاصمة بيروت 23 درجة، وصور 24 درجة. ننتقل إلى بعلبك اللي عم تسجل 16، اللقلو 11، زحل 17، وجزين 18 درجة. نسبة رطوبة ساحلا منخفضة وبتوصل للخمس 60%. الريح سطحية جنوبية شرقية ناشطة بتوصل سرعتها ل 60 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمتوسط ارتفاع الموج. إذا شو الأجواء بانتظارنا للأيام القادمة؟ للجمعة جونا غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ريح ناشطة دافية نسبيا، مصدرها ليبيا ومصر، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة اللي بتوصل ساحلا لل 24 درجة. للسبت والأحد جونا غائم بالإجمال متقلب مع تساقط الأمطار المتفرقة، أما درجات الحرارة ساحلاً فبتنخفض لتسجل 22 للسبت و 18 درجة لنهار الأحد. للتنين جونا غائم جزئياً إلى غائم، تتساقط أمطار غزيرة بالقسم الثاني من النهار، ومنشهد الثلوج اعتباراً من 1600 متر، أما درجات الحرارة فبتسجل ساحلاً 18 درجة. وصلنا إلى ختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، بدي أتمنى لكم ليلة هادية، تصبحوا على خير. نشرتنا انتهت، شكرا لحسن المتابعة. للمزيد تابعونا عبر المواقع التواصل الاجتماعي وعبر الموقع otv.com.lb. إلى اللقاء.